السلام عليكم ورحمة الله. عندنا وياكم اليوم سؤال عن الأوميجا، عن موضوع الأوميجا، سؤال إثباتي إنه نثبت إنه الحد الأيسر اللي هو 2 زائد أوميجا زائد 3 أوميجا تربيع الكل تربيع يساوي لنا سالب 3. عزيزي الطالب، تقدر تفكر هنا بحلين. طبعاً حل حيكون مباشر، تستخدم العلاقة الخاصة بالواحد زائد اوميجا زائد اوميجا تربيع يساوي لنا صفر من هاي العلاقة. وحل ثاني يكون متطور بالنسبة لعقلية الطالب. الطالب اذا يفكر يحل بهذا الاسلوب نقول عليه انه هو طالب يفكر بعقلية خارج الصندوق، معناها يفكر بمستوى اعلى من مستوى الاعتيادي. نجي على الطريقة الاولى. الطريقة الاولى ناخذ الليفت هاند سايد اللي هو الطرف الايسر، ومجرد انه انا عندي هنا حد بعدد، هنا طبعا ما عندي مشتركات، عوامل مشتركة بين الاثنين والواحد والثلاثة، اذا ما عندي فد مشترك بيناتهم، افكر انه اغير واحد من الاوميجات بهاي العلاقة واستخدم بدال اوميجا راح استخدم الناقص واحد ناقص اوميجا تربيع. اجي استبدلها، بعد ان استبدلها اجمع ما بين الحدود الموجودة وأحصل على العلاقة والناتج النهائي مباشرة. هاي هي الطريقة الأولى اللي هي طريقة التعويض باستخدام العلاقة المباشرة. الطالب هنا بالمرحلة الوزارية أو بالامتحان الوزاري يفكر مرات أنه هذا السؤال قد يتغيب عنه هاي المعلومة، يعني بسبب اللود اللي يصير عنده خلال الامتحان، فممكن أن يفكر بطريقة ثانية. هاي الطريقة تعتبر أطور بالنسبة لعقلية الطالب. انه شو نسوي؟ الطالب يفترض انه هذا الحد اللي هو 2 زائد اوميجا هو الحد الاول، والثلاث اوميجا تربيع هو الحد الثاني، ويستخدم مربع الحدانية. الاول تربيع 2 في الاول في الثاني، 2 في الاول في الثاني زائدا الثاني تربيع زائدا الثاني تربيع. هنا حيفتح التربيع مباشرة ايضا بمربع حدانية جديد، وهنا يستخدم قاعدة الضرب، عندي الاثنين والثلاثة اوميجا تربيع يوزعها على هذا القوس طبعا، ونحصل على هذا العدد الجديد. وهنا 9 اوميجا اس 4 هي 9 اوميجا، لان اعتبرنا ان الاوميجا تكعيب هي 1، لا ننسى الاوميجا تكعيب هي 1 من العلاقات السابقة. بعد ان نصفي الحل كله راح نحصل على نفس الناتج. شوف الناتج اللي هو شنو؟ سالب 3. يعني شنو؟ هذا هو نفس الرايت هاند سايد، يعني الطرف الايمن. اذا عزيزي الطالب، انت من تريد تحل لازم تفكر مو في ضيق الحل، لا، لازم تفكر انه هنالك اكو عمق بالحل، فتستخدم اما الطريقه الاولى اللي هي الطريقه الواضحه بالنسبه للعلاقه، او الطريقه الثانيه. ان شاء الله نلتقيكم بفيديوهات جديده. شكرا جزيلا.